تحية طيبة مشاهدينا الكرام أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي الخليج في أسبوع. مشاهدينا، الخليج في أسبوع يطل عليكم أسبوعيا ليضيء على أبرز القضايا والاهتمامات الخليجية. سوف نناقش معا قضايا سياسية اجتماعية اقتصادية وقضايا أخرى منوعة شغلت الرأي العام الخليجي، سنبحثها في برنامجنا ونجعل لها مساحة تفاعل معكم أنتم مشاهدين ومتابعين. فبالإضافة إلى استعراض أبرز هذه الأخبار، سنجعل منها أنتم تشاركوننا رأيكم عبر عناوين البرنامج على وسائل التواصل الاجتماعي. حياكم الله. نبدأ من السعودية، حيث تعرضت المملكة العربية السعودية إلى ما يقارب من 60 مليون هجوم إلكتروني خلال عام واحد، لتكون بذلك من أكثر بلدان العالم المستهدفة. حيث كشف الخبير الأمني محمد أمين أن السعودية تتعرض لهجمات إلكترونية مكثفة بسبب دورها المميز في المنطقة أمنيا وسياسيا وماديا، بحسب ما نقلت صحيفة سعودية. وقال أمين إن هناك ضرورة للتركيز على حماية تلك المنشآت فضلا عن تحصين البنوك، لا سيما أن القراصنة أو بعض القراصنة نجحوا ببعض البلدان في سرقة مبالغ كبيرة. ويشكل ارتباط الأجهزة الصناعة للنفط والغاز وتحلية المياه بالإنترنت هاجسا أمنيا في منطقة الخليج، بعد تسجيل أكثر من حادثة اختراق حول العالم لمنشآت تجري التحكم فيها عن بعد. مشاهدينا الكرام، التعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا من جدة وعبر الهاتف الدكتورة أروى الأعمى، مساعد أمين محافظ جدة في تقنية المعلومات. أهلا ومرحبا بك دكتورة أروى. بداية، تعرضت المملكة العربية السعودية إلى ما يقارب من 60 مليون هجوم إلكتروني، برأيك لماذا؟ السلام عليكم ورحمة الله. طبعا يعني التعرضات حقت الهاكرز والأتاكس اللي بتصير هذه موجودة في كل العالم، ما هي فقط المملكة العربية السعودية. لكن يبدو أنه يعني الإحصائيات اللي أنتوا طلعتوها خاصة بالمملكة العربية السعودية. صحيح. طبعاً في الوقت الحالي يعني أكيد أنه الحكومة والقطاع الخاص وكل الجهات بتتعرض لأسباب، طبعاً أنت عارفة مثلاً أسباب ممكن تكون أمنية ممكن تكون سياسية، في نفس الوقت ممكن تكون بس يعني أذية. يعني حسب الإحصاءات العالمية أنه عادةً هذا النوع من الهجوم بيكون من الناس اللي هم بس يعني قاعدين يتسلوا. العدد الكبير لا يعني يعني بالضروره انه في اسباب حقيقيه مثلا يعني وراء اغلبيات هذه. دكتوره اروى، يعني بعض المحللون يعني يذكرون ان تعرض المملكه لهجمات الكترونيه امنيا وسياسيا ذلك يعود لموقعها الهام ودورها المحوري في المنطقة وفي العالم، هل هذا صحيح أم لا؟ طبعا لا شك أنه في الوقت الحالي أنت عارفة يعني المملكة العربية السعودية يعني بتهاجم الإرهاب ولها يعني يعني مجهودات كبيرة، فلا شك أنه حيكون في بالتالي ناس بيحاولوا يهاجموها. قد يكون انه يعني هي يعني في طول عمرها المملكه العربيه السعوديه لها مكانتها، وطول عمرها يعني الشبكات في كل العالم بيكون في يعني اتاكس عليها، فيها هجوم عليها، ولكن يمكن الوقت هذا قد زادت من محلات معينه مناطق معينه من العالم بسبب زي ما انت عارفه يعني تضييق المملكه على الارهاب بشكل عام. فالارهاب الالكتروني هذا جزء من الارهاب، يعني زي ما انت عارفه حتى المملكه العربيه السعوديه لما عملت يعني الجيش حقها عندنا جيش الكتروني، فهذا لا شك انه توجه العالم. وطبعا زي ما انت عارفه العالم معتمد بشكل كبير على الانترنت وعلى الاتصال وعلى الاتصالات السلكيه واللاسلكيه، فبالتالي جزء من الحروب حيكون طبعا على الاتصال. نعم، في السابق كان هناك حديث ايضا عن يعني دعينا نقول وجود هاكر سعودي، هذا الهاكر السعودي او مجموعه من الهاكرز السعوديين يكون إلى جانب المملكة. حدثينا عن أهمية ذلك. أنا أتكلم عن هاكرز
مع المملكة وليس ضدها. أيضا ممكن أن يقوموا هم بحد ذاتهم بعمل محاولات اختراق للعديد من المواقع في المملكة الحكومية في المملكة بهدف التأكد هل هناك أي ثغرات إلكترونية. حدثينا عن ضرورة ذلك أو أهميته. في طبعا حاجه يسموها اثيكال هاكينج. الاثيكال هاكينج هذه اللي هي يعني الناس اللي يسووا تهكير بهدف اختبار الانظمه. والمملكه العربيه السعوديه طبعا عندها مجموعه من الناس اللي بيشتغلوا في الاثيكال هاكينج زي كل الحكومات يعني. ولكن الفرق انه طبعا الاثيكال هاكر هذا هو يعني بيكون نوع من اختبار شبكات المكان المستهدف وليس بهدف التخريب. فعادة يعني كثير من المنظمات ممكن انهم يعني يستقطبوا ناس من هذول اللي يعرفوا بالاثيكال هاكينج او اللي هم الهاكرز باهداف شريفه يعني، فيستقطبوهم علشان يجربوا يعني يخترقوا الشبكه عشان يعرفوا منها نقاط الضعف حقت الشبكه ويقووها بالتالي. نعم انا في توجه عالمي وحتى في له يعني اختبارات عالميه وفي له شهادات عالميه يعني. نعم أنا أشكرك كل الشكر لوجودك اليوم معي في برنامج الخليج في أسبوع من جدة، دكتورة أروى الأعمى مساعد أمين محافظة جدة في تقنية المعلومات. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم، وأنا أدعو الله أنه يعني دائما نكون في أمان وأمن. شكرا لك. اللهم آمين. شكرا جزيلا لك دكتورة. إذا مشاهدينا الكرام، الخليج في أسبوع مستمر معكم في متابعة أهم الأحداث والملفات في دول الخليج العربي، لكن فاصل قصير ونواصل البرنامج بعد. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، أنتم تتابعون برنامجكم الأسبوعي الخليج في أسبوع. انطلقت في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، انطلق برنامج إعداد العلماء الإماراتيين برعاية الشيخ عبد الله بن زايد النهيان وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة، وبحضور معالي الشيخ عبد الله بن بيه رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة. ويسعى برنامج إعداد العلماء الإماراتيين إلى تخريج نخبة من الكفاءات العلمية الشابة المؤهلة لنشر قيم الإسلام السامحة وتعاليمه السامية والإسهام في الحفاظ على الأمن الروحي للمجتمع الإماراتي والتأثير الإيجابي في مختلف المجالات العلمية والاجتماعية وتوسيع الإشعاع الديني والفكري المتزايد لدولة الإمارات العربية المتحدة في العالم الإسلامي خاصة وعلى الصعيد الدولي عموما. ويهدف البرنامج إلى إعداد علماء إماراتيين مؤهلين لنشر خطاب الوسطية والسلم وقادرين على تصحيح المفاهيم الخاطئة وترسيخ اختبارات المجتمع الإماراتي والإسهام في تحقيق الغايات الكبرى لقيادته الرشيدة وتكوين مجموعة من الشباب الإماراتيين تحمل معرفة دينية صحيحة وفاعلة في إطار ثوابت الإسلام ومقاصده. كما يهدف البرنامج في جوانب منه إلى تأهيل الشباب الإماراتي للوظائف ذات الصلة بالدين والتدين في مؤسسات الدولة وهيئاتها والإسهام في ضمان استمرارية جودة وتجدد النخب العلمية في المجتمع الإماراتي وتزويد الطلبة بتكوين علمي مكثف ومتين يتأسس على التراث الإسلامي الأصيل ويعتمد المنهج السليم ويراعي أولويات الواقع وينفتح على التجارب والخبرات الإنسانية. مشاهدينا، التعليق على هذا الموضوع ينضم إلي هنا في الاستوديو الأستاذ الدكتور خالد القاسمي المتخصص في العلوم السياحية أو في العلوم عفوا السياسية والتاريخية. أهلا ومسهلا، هلا ومسهلا فيك دكتور خالد في برنامج الخليج في أسبوع. أهلا وسهلا بكم، وأنا سعيد حقيقة لوجودي في برنامجكم هذا. أهلا وسهلا دكتور خالد. بداية، عندما نتكلم عن إطلاق برنامج إعداد العلماء الإماراتيين بهدف تخريج كفاءات علمية شابة، حدثنا عن أهمية ذلك. بلا شك، يعني اليوم طبعا دائما الاستثمار في الإنسان هذا من أغلى الثروات حقيقة، والإمارات العربية يعني دورها في استثمار الإنسان يعني بدأ من بداية الدولة، فكان صاحب السمو الشيخ زايد دائما يعني
يؤكد الشيخ زايد رحمه الله على بناء الإنسان وعلى أهمية تكوين الإنسان المتعلم الفاهم الذي يتدرج في الوظائف ويأخذ على المراتب، وهو الذي يعتمد عليه. ومن أقواله يعني كما تعلمون، يعني حينما يقول من يقود هذه المصانع ومن يقود كذا، يقودها الإنسان. فاستثمارنا في الإنسان هو الاستثمار الحقيقي، والاستثمار أيضا في الشباب، في الكفاءات الشبابية بلا شك هو الذي يبقى والذي يدوم والذي يعطي حقيقة سمعة للدولة. بلا شك نحن اليوم في عالم نواجه مخاطر الإرهاب، الإرهاب هذا الذي لا دين له ولا وطن له، وبالتالي بلا شك أن مواجهة هذه الآفة التي استطاعت يعني للأسف تدخل بين شبابنا، وخاصة من عمر الأعمار البسيطة من عمر 15 إلى 24، فهنا بلا شك استطاعت الجماعات الإرهابية أن توجه كثير من شبابنا حقيقة في الخليج والجزيرة العربية، وبالتالي تلعب بأفكارهم. فنحن أيضا نقول دائما الخطاب الديني والخطاب السياسي له دوره، وخاصة الخطاب الديني. فللأسف يعني هناك من علمائنا في الفترات الماضية من كان يتشدد في الدين ولا يأخذ الدين الوسطي حقيقة الذي امتازت به منطقة الخليج، وبالتالي يعني عدم مراقبة هؤلاء الشباب كونت كما نراه الآن في تنظيمات أمثال داعش وأمثال القاعدة وغيرها، يعني وجاتنا حتى في الـ في في في, في على سبيل المثال الحوثيين. هذا يعني مهما تحدثنا اليوم، لما بنلاحظ شباب في عمر الزهور يعني موجودين بين الحوثيين يقاتلوا من 12 سنة إلى 20 سنة وأقل، يعني فبلا شك يعني إن هذا نتيجة الجهل ونتيجة عدم التعليم ونتيجة ونحن نعرف طبعا ظروف اليمن والمخلوع هذا للأسف 33 سنة أقرق اليمن حقيقة بنوع بالجهل وبالفقر وكذا. فهنا البيئة الحاضنة حقيقة للإرهاب، دائما تأتي البيئة الحاضنة للإرهاب في أماكن الجهل وفي أماكن الفقر، وتوجد لذلك توجد تجد فيها البيئة الخصبة حقيقة كما هو يحصل الآن في مصر في سيناء. بلا شك يعني السعودية لما حقيقة طلقت هذه المشاريع الكبيرة في سيناء وعملتها والجسر وأيضا مشاريع اقتصادية، فأنا أتوقع يعني إن سينتهي الإرهاب، لأن الإرهاب بيئة الحاضنة هي الفقر والجهل كما نعلم يعني. وبالتالي الإمارات العربية هذا أنا أعتقد مشروع ناجح حقيقة، هو استثمار في الشباب، استثمار أيضا في تعليمهم، في تدريبهم، نعم، في خلق جيل هم أيضا يساهموا فيه. وبلا شك يعني تعيين وزيرة من الشباب يعني في هذا المجال حقيقة يعطينا دفعة يعني قوية للمستقبل، كما قال الشيخ محمد بن زايد، محمد بن راشد ومحمد بن زايد كذلك. يعني نحن تطلعنا لشبابنا، وإذا ما تطلعنا لشبابنا يعني ما نكون نحن بنينا دولتنا يعني. والجميل في الموضوع أيضا دكتور هو أيضا تخريج نخبة من الكفاءات العلمية الشابة، هذه النخبة هي مؤهلة لنشر قيم الإسلام السامحة وأيضا تعاليم الإسلام السامية. أيضا حدثنا عن أهمية ذلك دكتور. لابد يعني حقيقة مثل ما قلت أنا يكون لنا خطاب ديني متوازي. أنا كنت دائما أتكلم في الحلقات هذه يعني من بداية حقيقة في القنوات السعودية، فكنت أقول لابد أن يكون لنا هناك مشروع خليجي يعني نحن لمواجهة الإرهاب. هذا المشروع لابد أن يكون متكامل، سواء كان من ناحية التبادل الاستخباراتي في المعلومات، وأيضا مركز لجمع المعلومات، وأيضا يكون ضمن هذا أيضا علماء يوجهوا الناس في
توجيه الخطاب الديني الوسطي، وأيضا يعني دور إعلامي. لابد أن تكون العملية متكاملة، لأن نحن اليوم إذا نظرنا إلى إرهاب داعش وإرهاب القاعدة وغيرها تفوقت علينا هذه علميا. حينما نرى شباب يعني في عمر الزهور من 18 سنة، هذا يعني من خلال فقط الكمبيوتر ومن خلال أيضا النت، أي تفوقوا علينا لو استطعنا أن نقول بطرق الدهاء. ودعنا نقول أيضا دكتور من خلال محاولة غسيل غسيل أدمغة الأدمغة. الشباب. الشباب للأسف يعني الشباب لابد هنا يعني دور تكاملي حقيقة. أنا دائما أشير إليه دور تكاملي، ليس فقط للأسرة، لا، الأسرة مع المجتمع، وبالتالي مع المدرسة، مع المجتمع، مع الجانب الإعلامي، كل هذه لابد أن يعني تتكامل فيما بينها. اليوم نحن لما حينما نرى الخطاب مثلا، أنا حينما أرى القنوات الإيرانية والخطاب الذي تتحدث به، وحتى الآن الحوثيين لأن نحن قاعدين نحاربهم، يعني شو حينما نرى الخطاب الذي تحاول، خطاب المسكنة أو خطاب الطغية أو الخطاب الذي تحاول أن تجذب إليه الناس وتقدم حاجات بسيطة، خدمات مثل في الجانب الإنساني وغيره، هذا هنا يعني نحن لدينا المؤهلات أكبر من هذه. وشبابنا ما شاء الله يعني في دولة الإمارات ودول الخليج ناس مرتاحة وعندها كل شيء، ولكن لماذا نحن لا نقدم نفسنا إعلاميا بطريقة أفضل؟ للأسف يعني إعلامنا مهزوز، وإعلامنا ليس له الدور، عنده الدور المفروض يقوم باتجاه الشباب. يعني الدكتور أيضا عندما نتكلم عن هذا العمل المتجانس المترابط، كان أيضا هناك حديث عن أن حتى المعلومات الاستخباراتية سوف يكون في دول مجلس التعاون الخليجي، سوف يكون ربط فيما بينها، وسوف تكون صحيح. بوحدة واحدة مشتركة. أيضا الحديث عن العلماء، أئمة المساجد، أيضا الحديث عن المفكرين وأساتذة الجامعة. أنا لفت نظري دكتور، طبعا اسمح لي أن أستعرض تفضل. والمشاهدين الكرام مجموعة من الكتب اللي هي فعلا من تأليفك. بداية استعرض على الشاشة كتاب بعنوان خرافة الربيع العربي والأوهام الأمريكية، أيضا كتاب آخر للدكتور خالد بن محمد مبارك القاسمي تحت عنوان الإخوان المسلمون من التكوين إلى التمكين، أيضا كتاب آخر بعنوان مؤامرة الإخوان المسلمين على دولة الإمارات العربية المتحدة وأسطورة تلاحم القيادة والشعب. إذا مشاهدينا عندما نستعرض مثل هذه الكتب الجميلة من يعني أساتذة جامعيين ومفكرين في دول مجلس التعاون الخليجي، وكيف تستطيع مثل تلك الكتب ومثل تلك الكتابات والأفكار أيضا في تنوير الشباب العربي وأهميتها، حدثنا عن ذلك دكتور. بلا شك يعني أنت أثرتي موضوع في غاية الأهمية. هنا يأتي دور العالم، يعني أو قصدي دور المفكر في كتاباته، التي لابد أن تأخذ جانب وسطية وجانب قومي عروبي يكون مع دول الخليج أو الدولة التي هو فيها. بلا شك يعني هذا شيء واجب. يعني هذه الكتب اللي استعرضتيها، هذه بعض الحاجات اللي أنا كتبتها حول خرافة الربيع العربي وما جانا به الإخوان المسلمين حقيقة، وما صار في مصر. يعني فبلا شك يعني إن هذه اليوم هذا واقع نحن نعيشه. الإخوان المسلمين هم من فرخوا هذه الجماعات الإرهابية التي تتقلقل، للأسف الآن نراها يعني منها داعش ومنها القاعدة ومنها أنصار الشريعة وغيرهم. وبالتالي حينما نحن نقوم بهذه الأبحاث والدراسات، وأيضا ما يكتبه الإخوان حينما ينور الشاب إلى ضرورة إن هذه آخرة انضمامك إلى هذه المجموعات هو دمارك،
وهو فعلا يعني اليوم اللي رجعوا اللي كانوا يقاتلون مع داعش من بعض الدول الخليجيه، شباب في عمر الزهور اليوم فقدوا اهلهم وهم داخل، وبعض منهم اللي رجع داخل السجون اليوم هم ندمانين، يعني هذا الفكر لم يفيدهم بشيء. لذلك يجب على المثقف والكاتب تنوير الشباب هؤلاء، وتنويرهم يتم يعني بجانب خلق لابد مؤسسات ثقافية، مؤسسات تعليمية للشباب. نحن الآن إذا نظرنا على سبيل المثال في الشارقة وما يقوم به صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي من عمل يعني مؤسسات للشباب وللأطفال، يعني سواء من ناحية ابتكار علمي أو من ناحية معارض أو من ناحية إقامة فعاليات حتى في فترة الصيف يستفيدوا من الطلبة، بلا شك هذه الأشياء حينما نجذبهم لمثل هذا العمل نحن نخلق جيل يعني في المستقبل يكون هذا هو من يقود الدولة ومن يقود المستقبل الذي نتطلع إليه وتتطلع إليه شعوبنا. نعم، أنا أشكرك كل الشكر لوجودك اليوم معي في برنامج الخليج في أسبوع، الأستاذ الدكتور خالد القاسمي المتخصص في العلوم السياسية والتاريخية. شكرا جزيلا. شكرا، أهلا وسهلا، وأنا شاكركم هذه الفرصة الطيبة، ولنا لقاءات دائما بإذن الله. شكرا، نتشرف بذلك أكيد دكتور. إذن مشاهدينا فاصل قصير ونواصل بعده الخليج في أسبوع. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. أفاد تقرير اقتصادي أن استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي في قطاع التعليم تبلغ 50 مليار موزعة على أكثر من 500 مشروع في مراحل مختلفة من عملية التطوير خلال العام الجاري. نتابع. تشهد دول الخليج العربي نموا ملحوظا في قطاع التعليم، وخاصة في ضوء الاستثمارات التي تقوم بها الحكومات الخليجية ويشارك فيها القطاع الخاص. في تقرير اقتصادي عرضته شركة ألبين كابيتال الشرق الأوسط، بيّنت فيه أن قطاع التعليم في دول الخليج شهد العديد من صفقات الدمج والاستحواذ خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بسبب تزايد الطلب على تعليم عالي الجودة، منها 21 صفقة خلال العام 2015، إذ يبلغ عدد المشروعات الكامنة في مراحل مختلفة من عملية التطوير التابعة لقطاع التعليم في دول الخليج 500 مشروع تعليمي بقيمة إجمالية تبلغ 50 مليار دولار. التقرير الذي يلقي نظرة شاملة حول صناعة التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي حتى العام 2020 توقع أن ينمو مجموع الطلاب في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي مركب نسبته 3.6% ليصل إلى 15 مليون طالب في عام 2020 مقارنة ب 12 مليون و 600 ألف في العام 2015، مرجحا أن تؤدي الزيادة في المعدل الإجمالي للالتحاق بالتعليم في دفع هذا النمو. وحول الطلب على المدارس، أفاد التقرير أنه سيزداد في دول الخليج بمعدل سنوي مركب بنسبة 3%، ما يعني إضافة أكثر من 7000 مدرسة خلال الأعوام الخمسة المقبلة غالبيتها في السعودية، مشيرا إلى أن الطلب على المدارس الحكومية في دول التعاون سينمو بمعدل سنوي نسبته 2.6%، كما يتوقع زيادة عدد المدارس الخاصة في منطقة الخليج بنسبة 5.4% لتتجاوز معدل نمو نظيراتها في القطاع العام خلال الفترة نفسها. مشاهدينا، التعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا ومن جدة الدكتور يوسف سالم بافليح، محاضر وباحث في برنامج التعليم الفعال والسريع. أهلا ومرحبا بك دكتور يوسف في برنامج الخليج في أسبوع. بداية، تشهد دول الخليج العربي نموا ملحوظ في قطاع التعليم وخاصة في ضوء الاستثمارات التي تقوم بها الحكومات الخليجية بالتعاون مع القطاع الخاص، حدثنا عن ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة يعني في الفترة الأخيرة فعلا بدأت دول مجلس التعاون تركز على الجانب التعليمي بشكل كبير، وهناك حقيقة في جميع خطط دول المجلس مبادرات حكومية لتحسين النظام التعليمي، حيث أنه يعني يجتذب القطاع الخاص
وايضا هناك طبعا اسباب تدعو لذلك، منها تزايد عدد السكان وعدد الوافدين وعدد المستوطنين، وايضا ارتفاع مستوى الدخل حقيقه كان له يعني تاثير كبير على يعني تحسن معدلات الالتحاق بالتعليم في الدول مجلس التعاون الخليجي، وحيث ارتفع هذا المعدل خصوصا في الفتره الاخيره، وهناك وعي الان بالنسبه لموضوع التعليم العالي جدا. طبعا التقرير يمكن ما ذكر بعض النقاط اللي من ضمنها ان هناك زياده نمو الطلب على التعليم العالي سنويا الى عام 2020 تقريبا 5.5%، وايضا نسبه الطلب على التعليم العالي من 11% ستزيد الى 15% عام 2020. بالنسبه للتعليم الابتدائي حقيقه هناك في تخوف ان النسبه ستنخفض حسب القطاع الخاص، خصوصا القطاع الخاص يبحث دائما عن ربحيه، فهناك توقعات انه ينخفض من 46% الى 43% في نفس الفتره من عام 2010 الى 2020، وحصه القطاع الخاص كما ذكر التقرير سترتفع الى 19%. حقيقه بشكل عام يعني بشكل اجمالي ستكون هناك حاجه ماسه الى دول الخليج، تقريبا 6200 مدرسه جديده، حيكون طلب على 163 الف معلم حلول عام 2020، وحكون طبعا المملكه حتستوعب الحصه الاكبر 74%، ثم تليها الامارات وعمان 11% في نفس هذه الفتره. حقيقة دكتور، عندما نتكلم عن التعليم في دول الخليج بالمجمل بشفافية، ماذا يحتاج التعليم في دول الخليج بشكل عام وفي السعودية بشكل خاص حتى يكون مثالي؟ طبعا هذا السؤال حقيقة يعني مهم جدا على راسمين السياسة والخطط التعليم في دول الخليج. حقيقة يعني هم يعني لابد ان يسدوا الفجوه لحاجه سوق العمل، هذه نقطه اخرى، وايضا بالنسبه للابتعاث لا تكون الا في التخصصات المهمه جدا، لانه الابتعاث الان اصبح لبعض التخصصات حقيقه لها الاولويه الثانيه من الدرجه، وايضا التركيز على المراحل المبكره بالضبط، لانه المراحل المبكره هي جدا مهمه، الثانويه المبكره بالذات المرحله الكيجي والابتدائي، هذه حقيقه مهمه يمكن ما تجد حقيقه اهتمام كثير بدون. نعم. وايضا التركيز على التعليم المهاري اكثر. نعم. ايضا من اتاحه تنوع الخيارات التعليميه. نعم. وايضا حقيقه الان في خريجين كثيرين يحتاجوا لاعاده تاهيل. نعم. المرحله القادمه يكون هناك مرونه في اعاده التاهيل. نعم. وايضا نعم، انا اشكرك كل الشكر اكيد لوجودك اليوم معي في برنامج الخليج في اسبوع دكتور يوسف سالم بافليح، المحاضر والباحث في برامج التعليم الفعال والسريع، شكرا جزيلا لك. فاصل قصير نواصل بعده الخليج في اسبوع. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، أنتم تتابعون البرنامج الأسبوعي الخليج في أسبوع. أشارت إحصائيات جديدة أصدرتها دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي إلى أن الإمارة استقبلت أكثر من 4 ملايين سائح خلال الربع الأول من عام 2016. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي نتابع. تطور يسابق الزمن ويعانق الصدارة، خلال عقدين من الزمن حققت الإمارات العربية المتحدة فيه حضورا فاعلا ومؤثرا على خريطة السياحة العالمية، بل تفوقت على كثير من الدول التي سبقتها في ولوج عالم السياحة بعشرات السنين. إحصاءات جديدة أصدرتها دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي أظهرت أن الإمارة استقبلت 4,100,000 سائح خلال الربع الأول من عام 2016، محققة زيادة بنسبة 5.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ووفقا للإحصاءات، فقد واصلت دول مجلس التعاون الخليجي صدارتها ضمن قائمة الدول الأولى لزوار دبي، إذ بلغت نسبة السياحة الوافدة منها 25% من عدد الزوار الإجمالي خلال الربع الأول من العام الجاري. كما ارتفع عدد السياح من السعودية إلى 476,000 سائح بزيادة 14% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما جعلها تتصدر القائمة، تليها عمان التي ارتفع عدد السياح الوافدين منها إلى 322,000 سائح بزيادة نسبتها 32% مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2015.
تتبع دبي نهجا ذكيا في استقطاب السياح من أسواق مختلفة، مما يجعلها رائدة في هذا المجال، فضلا عن رؤية الحكومة والشراكات القوية والراسخة بين القطاعين العام والخاص، ما يعكس المرونة في استراتيجية الأسواق المتنوعة التي تعتمدها وسرعة في الاستجابة على جميع المستويات ضمن القطاع السياحي، وقوة في العروض والخدمات السياحية التي تقدمها بشكل دائم. وقد شهد قطاع التجزئة أيضا نموا ملحوظا وتنوعا كبيرا في عروضه من خلال العديد من مناطق التسوق الجديدة والعلامات التجارية العالمية مثل سيتي ووك 2 وبوكس بارك ومجمع الشاطئ في جميرة بيتش ريزيدنس التي تضاف إلى مساحة التجزئة التي تسخر بها دبي بما تتضمنه من تعدد مراكز التسوق والتي يزيد عددها على 95 مركزا للتسوق إضافة إلى الأسواق الشعبية التقليدية. مشاهدينا، التعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا هنا في الاستوديو الأستاذ نايل الجوابرة الخبير الاقتصادي. أهلا ومرحبا بك أستاذ نايل. أهلا بك وجميع مشاهدينكم. بداية، عندما نتكلم أستاذ نايل عن الإحصاءات الجديدة التي أصدرتها دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، هذه الإحصائيات أظهرت أن دبي استقبلت أكثر من 4 ملايين سائح خلال الربع الأول من عام 2016، أي بزيادة 5% عن الربع الأول من العام الماضي. حدثنا عن ذلك وأهميته. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ذلك بسبب وجود ومكانة دبي في الوقت الحالي والسياحة التي تجذبها من جميع أنحاء العالم. يعني الآن لاحظنا أن السياحة في دبي شهدت إقبال كبير بالنسبة إلى المناطق الجديدة. الآن اتجهت السياحة، أو خلينا نقول دولة الإمارات اتجهت إلى عدة دول، تقريبا 20 دولة جديدة بالنسبة إلى السياحة اللي هي اللاتينية وأيضا إلى اللي هي شرق آسيا. كان في السابق تقريبا كل السياح تقريبا عندنا في أوروبا، الآن مواضع جديدة بنسبة كبيرة وإقبال جديد بالنسبة إلى هذه المناطق. لا ننسى أن إقبال هذه السياحة الجديدة أو هذا الإقبال السياحي لدبي ودولة الإمارات دليل على أن مكانتها السياحية والجغرافية في المنطقة. لا ننسى أيضا هناك في مشاكل اللي هي الجيوسياسية أثرت على جميع المناطق، طبعا دائما السائح يتجه إلى المكان الآمن بالنسبة إليه ولعائلته. أيضا هناك اتجاه الطيران أو الطيران التجاري ساعد بشكل كبير في دخول السياحة الجديدة إلى منطقتنا. بالنسبة إلى أهميته، طبعا صار ركيزا من ركائز الاقتصاد في دولة الإمارات. يعني كان في السابق كنا نتكلم في 2015 تقريبا 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي، الآن تقريبا متوقع أن يصعد تقريبا 4.4% خلال 2016، متوقع خلال 10 سنوات أن يكون هناك الناتج بالناتج المحلي الإجمالي من 8.7 إلى 11.2 خلال 10 سنوات تقريبا. وأيضا هناك دعم كبير بالنسبة إلى السياحة، وأصبح الآن اللي هو عدم اعتمادنا على النفط واعتمادنا على مصادر جديدة وتنويع الاقتصاد، وهو هذا من نوع من أنواع التنويع الاقتصادي. نعم، أيضا عندما نتكلم عن السياحة وفي دولة الإمارات العربية المتحدة وخاصة في دبي، دبي تتبع نهج ذكي، هذا النهج أكيد بهدف استقطاب السياح من أسواق مختلفة، مما يجعل دبي رائدة في هذا المجال، فضلا أكيد عن رؤية الحكومة في تحقيق أعلى مستويات النجاح في قطاع السياحة. حدثنا أيضا عن ذلك. طبعا بكل تأكيد البنية التحتية هي ما تجذب السياحة بشكل كبير. الآن لاحظنا أن اتجاه الشركات السياحة أو اتجاه المكاتب السياحة في جميع أنحاء العالم إلى البنية التحتية. أيضا لا ننسى الفنادق، يعني الآن كانت الفنادق عندنا يمكن اتجاه كبير بشكل كبير الفنادق إلى 5 نجوم. نعم. الآن طبعا في عندنا اللي هي 3 نجوم و4 نجوم، هذا دليل على أن هناك تنويع بالاقتصاد وتنويع بالفنادق لكي يتجه السائح وين حاب إنه يكون، فيكون لديه جدول منذ نزوله في مطار حتى خروجه من الدولة. هذه الجداول طبعا بالماضي كنا نتكلم، خلينا نقول في سنة 1971 كانت السياحة عندنا تقريبا
1% أو أقل من ذلك بالنسبة إلى الناتج المحلي. الآن الناتج المحلي تقريبا أكثر من 8%. هذا دليل على التطور ورؤية الحكومة لهذا المنتج الجديد، خلنا نقوله بالنسبة إلى الاقتصاد. الاقتصاد كان دائما نعتمد على النفط، كنا نسمع دائما النفط اللي هو الركيزة الأساسية، اعتماد أكثر من 30%. الآن صرنا نعتمد على أشياء أخرى، وهي هذا أنا أسميها الاحتياطيات. ما لدينا اقتصادنا عنده احتياطيات، وهذا نوع من أنواع الاحتياطيات. لا ننسى إكسبو 2020 والركيزة على أن يكون هناك 20 مليون سائح. طبعا التكبير في المطارات، طبعا تكبير في مطار الجديد، مطار مكتوم، وأيضا مطار أبوظبي الكبير. هذا سوف يكون هناك، أتوقع أن يكون أكثر من 20 مليون سائح، ممكن أن يصل إلى 30 مليون سائح خلال الأعوام القادمة. نعم، يعني بشكل عام مثل ما أنت تفضلت أستاذ نايل، هي منظومة متكاملة، وخاصة فيما يتعلق أيضا بالبنى التحتية ومقومات مهمة جدا يجب أن تتوافر في أي دولة ترغب هذه الدولة أن تستضيف عدد كبير من السياح. وأيضا اتجاه دول مجلس التعاون الخليجي فعليا للاعتماد على مصدر دخل آخر غير البترول، إيجاد مصادر دخل بديلة، ولعل أبرز تلك المصادر هي السياحة. ما هي المقومات التي تجعل في أي دولة من دول العالم وجهة سياحية مميزة؟ طبعا أول شيء يتجه السائح إلى الأمن والأمان مهما كان في اتجاه السائح في جميع أنحاء العالم، هذا في البداية. أيضا الطرق والتنقل في المنطقة، التنقل طبعا إذا كان هناك سهولة التنقل بالنسبة إلى السائح نفسه في الدولة أو الإمارة نفسها، سوف يتجه إلى أن يكون هناك دعم كبير بالنسبة إلى السياح أو تنقل السياح. لاحظنا إحنا في 2015 كنا نلاحظها أيضا في السناتر، هناك كانت عدد كبير من الصينيين في السياحة الصينية. هذا طبعا كان جديد لدينا في منطقتنا أن السياحة الصينية، كنا دائما نشوف الأوروبيين أو خلينا نقول نشاهد اللي هي أوروبا سياحة عندنا في 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 أوقات الشتوية أكثر من أوروبا، لكن الآن نلاحظ أن هناك السياحة صارت تتنوع. الآن صارت عندنا سياحة تنوعية، يعني في السابق كنا نتكلم السياحة أن نربط الشنطة ونسافر، نقعد في فترة في معينة في مدينة معينة، نجرب الأكل ونرجع مرة ثانية. الآن صارت أنواع السياحة، أنواع السياحة صارت عندنا مثلا أنواع سياحة رياضية، سياحة علاجية، سياحة يعني صارت اقتصادية، سياحة تعريفية، ثقافية. هاي التنويع في السياحة طبعا، في تنويع السياحة أدى إلى تنويع اقتصادنا، ولاحظنا طبعا التنويع هذا في منطقتنا مثل ما تفضلتي في الخليج. طبعا البنية التحتية نلاحظ أن جميع دول الخليج اتجهوا إلى البنية التحتية، وبدايتها القطارات. القطارات كنا بالسابق أكثرها كانت للشحن، الآن صارت للركاب والتنقل بسهولة بين دول الخليج. ولا ننسى قطار الاتحاد اللي هو هيربط كل دول الخليج. نعم، أيضا لا ننسى أيضا جزئية جدا مهمة، ألا وهي أيضا الفنادق، وخاصة الفنادق دعنا نقول التي تخدم أصحاب أو ذوي الدخل المحدود. نتكلم عن فنادق من فئة 3 نجوم 4 نجوم، لكن هي أيضا بأسعار جيدة ومتوسطة لمن أيضا يريد أن يزور مدينة دبي. أيضا جزئية جدا مهمة أستاذ نايل، وهي أن دبي أصبحت الآن هي وجهة للسياح كل فصول السنة. نتكلم عن الصحراء، البر، البحر، إذن هي وجهة للعديد من السياح من كل أنحاء العالم، وخاصة من دول الخليج العربية والسعودية. بكل تأكيد مثل ما تفضلت، صارت هناك أنواع من السياحة، صارت هناك عندنا تنويع السياحة، ومثل ما ذكرنا أنها صارت هناك سياحة مختلفة. لا ننسى أيضا الآن التركيز على السياحة الحلال. الآن صارت السياحة الحلال، نعم السياحة الحلال صارت الآن. السياحة الحلال، السياحة الحلال اللي هي تنتظر إلى مثلا الأكل، اللي هي مثلا المكان العائلية، مكان العائلية، حتى صارت تنظر إليها دول اللي هي آسيا مثل ماليزيا وغيرها، صارت يعني تنظر الأماكن التي يجب يعني جيدة أيضا للعوائل، للعوائل نفسها. يعني الآن في لاحظ حتى في دولة الإمارات في فنادق ممنوع أنك تسكن فيها كعازب، لازم تكون عائلة، ممنوع أنك تسكن فيها كفرد شخص واحد،
عائلة متكاملة أنك تسكن فيها يرحبوا فيك. نعم. أما أن تكون هي جميل. هاي هي أنواع السياحة، نعم. وهذا السياحة نعم. الحلال. أنا أكيد أشكرك كل الشكر لوجودك اليوم معي في برنامج الخليج في أسبوع. الأستاذ نايل الجوابرة الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لك. شكرا. مشاهدينا إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامجكم الأسبوعي الخليج في أسبوع. أكيد لنا موعد بإذن الله في الأسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج الخليج في أسبوع، سوف نناقش من خلالها أهم الموضوعات التي تختص بالشأن الخليجي بإذن الله. الملتقى في الأسبوع القادم، مع السلامة.